فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من داوم على الاعتكاف في ليلة 27 من رمضان فقط، فهل يكون هذا مشروعا؟ لا بأس بذلك، الاعتكاف ما له حد، ليلة ولا ليلتين ولا عشر، ما له حد. وإذا تحرى به الوقت الفاضل مثل ليلة 27 هذا أفضل. نعم، ولكن العشر الأواخر كلها هذا ما في شك أفضل، وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.